تكون فيها مشكلة فيها ممكن حتاخذ وقت طويل وممكن تستبق الدستور. لكن عندنا قصة أخرى اللي هي الآن نجحت وثبت نجاحها كبير مثلا في المغرب، هي ما يعرف بجلسات الاستماع. جلسات الاستماع هذه اللجنة الاستشارية اللي شكلت لتعديل دستور المغرب جلست في جلسات علنية. اللجنة الدستورية حتمثل الهيئة التأسيسية؟ حتمثل الهيئة التأسيسية. تمثل الهيئة التأسيسية ديك بالتعيين لكن تمثل هيئة تأسيسية. جلست وفتحت أبوابها للأحزاب والمجتمع المدني وللأفراد على فكرة الأفراد، واستقبلت شفاهة وكتابة زي جلسات المحاكم بالضبط، وسألت الناس وتعاطت معهم، وبالتالي هذا أعطى مشروعية كبيرة، وهذه فكرة جيدة. هذه الفكرة استقتها التجربة التونسية، أخذتها من المغاربة وقامت بها. يعني المؤتمر الوطني مش هو اللي حيدير المؤتمر الوطني، ليس له أي صلة بإعداد والتنظيم لحوار وطني حسب الإعلان الدستوري. شوفي حسب الإعلان الدستوري بالعكس، الفصل تام ما بين المؤتمر الوطني العام الآن في التعديل الأخير، فصل تام ما بين المؤتمر الوطني العام ولجنة الدستور. ليش؟ هم يبغيروا لك ليش؟ لكن نقول لك ليش؟ لأن المؤتمر الوطني العام منتخب صح؟ ولجنة الدستور منتخبة، وبالتالي هم يتساوون في ماذا؟ يتساوون في القوة. على فرض أنهم ما غيروش من غيروش. لو غيروا هل هي المقصود بها لجنة الدستور لجنة صياغة فقط، وأن الديبيت أو النقاش حيكون على مستوى المؤتمر الوطني العام أم لا؟ هذا السؤال. هل هي ستعطي كل ما في جعبتها للهيئة التأسيسية وتقولها هيئة تأسيسية أنت حتناقشي وستضع الدستور وستصغيه أم لا؟ إحنا خلينا نتكلم من في إطار مادة 30 بالتعديلات اللي فيها. لا مادة 30 فهمنا فيها. مادة 30 أول مصدر الإعلان الدستوري كيف كانت المادة 30؟ كان المؤتمر الوطني العام هو في حقيقته الهيئة التأسيسية، هو اللي بيناقش، وعنده هيئة أخرى هي تتولى صياغة صياغة فنية فقط، وإن كان لها في الحقيقة دور غريب لنعطوها مصادقة، فهذا ما هوش مفهوم كان ذاك الوقت. هذا في الأول بكل. في الأول أعطوها مصادقة، مصادقة معناها أن هي عندها. ثم بعد تعديل المادة في شهر مارس. بعد تعديل جوشن قالوا لا إحنا بنشكله اللي هي المؤتمر الوطني العام بيختار 60 عضو من خارج المؤتمر الوطني العام، هذه اللجنة هيئة تأسيسية حتقوم بإعداد الدستور. هنا فصل تام ما بين المؤتمر الوطني العام بدأ الفصل، وما بين الهيئة التأسيسية. لماذا؟ لأن الهيئة التأسيسية هي اللي حتصدر الدستور وتصدق عليه بعد الاستفتاء، وبالتالي لا علاقة للمؤتمر الوطني العام بماذا؟ بالدستور. بس هو قال لي يرجع للمؤتمر الوطني العام وصادق عليها. لا ما يرجع في تعديل المادة، في تعديل المادة 30 في شهر مارس. لا يصدره ويصادق عليه بعد الاستفتاء. بنفهمه الآلية ما بين العمل ما بين الهيئة التأسيسية والمؤتمر الوطني العام. التعديل الثاني بالتعديل الأول هذا اللي هو في شهر 6 تقريبا، هذا فصل تماما، أصبح المؤتمر الوطني العام برلمان تشريعي فقط، وعنده طبعا صلاحة تنفيذية، لكن لم يعد له أي علاقة بالدستور. تحول إشكالية الدستور تحولت لمني للهيئة التأسيسية. إذن السؤال، هل في حيضعوا مبادئ دستورية الأول المؤتمر الوطني العام يطرحها؟ حسب هذا التصور المتضمن في هذا التعديل الأخير هو اللي يملك هذا الأمر. خلاص الهيئة التأسيسية مش مؤتمر وطني عام، هو اللي يملك. هل المؤتمر الوطني العام سيطرح مبادئ دستورية على الهيئة؟ هل ذلك وارد؟ ما الأساس يا زهراء؟ أما أساس أنت واخد أي أساس؟ إذا كان أنت واخد الأساس الحالي، أنا نتكلم عن الأساس الحالي. الحالي لا علاقة للمؤتمر الوطني العام بالدستور حسب التعديل الأخير. وشوف أستاذ صلاح إذا كان رأي نفسه يصدره فقط، يعني يصدره الصياغة والاعتماد من الهيئة التأسيسية. ما فيش إصدار في الدستور زي ما صدر بالنسبة للدستور 51 يصدره 51 لازم هو يملك. أنا وهنا سؤالي اللي كيف كانت في التجربة التاريخية في 51؟ يعني إحنا يعني شعب كان له تاريخ وكان لنا دستور واعتماد. كيف كانت التجربة؟ إصدار باقي النص. كيف كانت التجربة في 51؟ أستاذ صلاح وأستاذ عزة. أنا متأكد إن نعرف إن هو اللي صادق وهو اللي صادق ولا علاقة. السؤال تفضل حضرتك أستاذ دكتور محمد. السؤال أعتقد هو الجمعية الوطنية التأسيسية في 51 عدت يحال إلى المؤتمر الوطني العام لإصدار عدت الدستور وصادقت عليه. الملك قام بتعديل الإعلان بإصدار التعديل. لا وأصدرته أيضا
اعتقد واصدرت يعني التجربه استاذ صلاح لو حضرتك تذكرنا كيف كانت التجربه. اعتقد واصدرت وقامت باصدار ايضا الهيئه التاسيسيه في تجربه 51 كيف كانت؟ اعدت المشروع ناقشاتها صادقت عليه واصدرته. نعم نفس الشيء هنا تسمى هنا عندنا يطرح مشروع الدستور للاستفتاء كذا فإذا وافق الشعب الليبي على المشروع بأغلبية ثلثي المقترعين تصادق الهيئة. يا ريت حضرتك تقرأها بصوت واضح للسادة المشاهدين. نعم. يعني هي النص الإصداري. بأغلبية ثلثي المقترعين هذا الاستفتاء تصادق الهيئة على اعتباره دستورا للبلاد ويحال إلى المؤتمر الوطني العام لإصداره بعد الاستفتاء الشعب. مش هذه فيها مغالطة فيها تناقض؟ لا هو أنت تأخذ الاستفتاء تحترمي نتيجة الاستفتاء وتصادقي على الدستور ثم تحيليه إلى المؤتمر لإصداره وفقا للتعديل الذي أمامنا. إيه لكن الإصدار هذا تحس عملية شكلية. ما هذا هو السؤال يعني كيف الدستور يكون ديمقراطي؟ أي كيف يكون يعني إحنا لو أنتوا مثلا قررتوا في المؤتمر الوطني العام من أول يوم أنك تلغوا التعديل الأخير وأن هذه الهيئة حنرجع تكون معينة من قبلكم من خارجه وقتها لما يتم إصدار كم أنتوا للدستور كيف يكون مدى مشاركة آلية مشاركة الناس في هذا الدستور بند استفتاء نعم ولا لا في إشكاليات كثيرة ما زالت مش واضحة. أعتقد بالتأكيد إشكاليات واجدة كثيرة يعني لكن مهما تكون الصلاحية المعطاة للهيئة التأسيسية الدستور هذا لا يعني أن 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 تقوم بكل ما يتعلق بهذا الدستور الواحدة بمنأى عن صلاحية شاملة يملكها المؤتمر الوطني. أعتقد يعني ما تصورش أن يعني هذا مقبول وهذا يعني كأنك أنت الآن تقيم في 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 جسمين يملكان شرعية كاملة أو شرعية. إذن إحنا ما زلنا في نفس المشكلة. حسب النص اللي أمامي الآن بالانتخاب إذا كانت الهيئة التأسيسية بالانتخاب. هذا بالانتخاب بس أغلب الأحزاب الآن سترفض أو متوجهة إلى رفض بالتعيين. هذا التغيير. كيف العلاقة يرسمها المؤتمر الوطني العام علاقتها بالهيئة التأسيسية؟ هذا سؤال. هل هذه سؤال هنا حيكون هيك. هل هو سيكون الهيئة التأسيسية؟ وهذه اللجنة ستكون لجنة صياغة أم لا ستظل هذه هيئة تأسيسية؟ لما تقولي هيئة تأسيسية تعرفش معناها هو الذي يناقش وهو الذي يضع الدستور بالضبط. فهو المؤتمر الوطني العام هل هو سيعيد إليه أو سيأخذ اختصاص الدستور أم لا يعتمد عليه يعني ولذلك أنا أعتقد لا يمكن في النهاية أن يترك الأمر بكاملة للهيئة يعني ولذلك المبادئ الدستورية سيتم مناقشتها من أول يوم وهي التي يتم إحالتها لل ومعلش ربما نحن يعني نتصور أن الإشكالية الرئيسية في الدستور ودستور جزئين نظام الحكم والدولة والحقوق والحريات نعم لو تحدثنا الحقوق والحريات لا أعتقد أنها ستثير كثير من الجدل الشارع الليبي نعم. بل هو نظام الحكم يعني الجزء الأول من الدستور الذي ينظم علاقة الحاكم بالمحكوم شكل الدولة والمسائل هذه وبالذات شكل الدولة. ماذا عن خيار دستور 51؟ عفوا دستور 51 لا بأس به تاريخيا يعني هل سيطرح تاريخي. من الأول ولا لا؟ معلش لحظة بس يعني لا أريد أن أكسر السياق يعني ففي السياق هذا احنا لابد أن نخاطب الإشكالية القائمة المتعلقة بشكل الدولة ونظام الحكم. فإذا كان خاطبناها بشجاعة في المؤتمر وما دسناهاش يعني ما قلناش يلا ما نحكوش عليها عيب لا قلنا هناك مناطق تطالب بنظام سياسي معين دعونا نضع الآلية الديمقراطية التي تضمن توافق الليبيين جميعا على هذا الدستور وهنا أقوى شرعية ممكن أن يتم الحصول عليها هي شرعية الاستفتاء أي بمعنى الشعب يقول أريد هذا النظام فلا بد من طرح النظام وبشجاعة ولو احتجنا لتعديل الإعلان من اللي حيستفتي أعتقد أن هذا داخل هو طبعا كلام هذا داخل في عمل طبيعة عمل وأسلوب عمل الهيئة اللي تنتخب أو تختار واحدة من الأشياء اللي أعتقد زي ما حصل في دستور 51 في مرحلة مبكرة جدا قبل الشروع في 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 حتى في تشكيل لجنة الدستور في داخل الجمعية الوطنية التأسيسية صار التصويت على أمرين اتفاق على أمرين طبيعة النظام هل هو ملكي ولا غير ملكي والقضية الثانية نظام فيدرالي ولا غير فيدرالي لأن
كل واحد منا يترتب عليها شكل في أول جلسة.